اهلا، السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله رجعت لكم واحد فيديو جديد. غادي نتخرجوا مع بعضياتنا نضربوا واحد الدبيره. انايا معايا اسراء وريتاج، هما غادي يخرجوا. اسراء وريتاج غادي نخرجوا، غادي نمشيو نضربوا واحد الدبيره في كافو، حيت الام ديالي انايا مسافره. و خليكم معايا البنات كما كتشوفوا معايا، معانا إسراء وريتاج الأخت ديالي. كما كتعرفو هادي الطريق هي في الساكنة وسط الحرمة. كنتمنى المهم متكونش كتبانات. المهم حنايا تقريبا البنات نقدرو نقولو نقطة كافو غريبة من ساعة ديال الحرمة، معرفتش بزاف هادي الرسمينة. وخليكم ترى أريد السعيدة بس حدث ما يسعيد في المعنيوم، وأنا غادي نحبس من هاي المعنيوم. وطبعا الناس كيف ما نسسو نحن قررنا نصلو ما يكون نفس المنوكي للسيارة السيارة هي تكون تسبيع حدا. نحن وقت مدى نتسنى ومرينا تسيرين العقا فلوس صافي كارفو غرا قريب ليا، غنزيدو واحد خصماي عرفت صافي. وحنا خليكم معايا نمشيو فين. او بالنسبة لهذا هذا هو الشارع اللي بنعملو فيه كارفو. وخليكم معايا تم نخلو نوريكم داخل اشنو كاين. حنا اصلا انا الناس بصراحة مجيناش نشريو ولا شي حاجة، جينا غير بغينا ناخدو شي تقلية صغيرة. بغات انا نرفع هادشي كاين قد بغيت نصايب ليكم شي شكيوة، ولكن مغاديش نصور عليكم في هاد الفيديو. هذا الفيديو الجاي ان شاء الله خليكم معايا. انا الصراحة غدا كنصور وخايفة، حيت الطريق هادي شوية خايفة على بدي التليفون. اختي كتقول ليا ما تجديش وانا جبت، خليكم معايا تنتقاطعو ونوريكم. ودابا البنات كيما شفتو حنا وصلنا إسراء وريتاج. Thank you.
بصراحة البنات بغيت نكمل ليكم في الصغر، ولكن كنعرفوها عامر 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 بزاف. المهم انا غادي نخليكم دابا، ومنين نمشي للدار غادي نوريكم شنو خديت. هادو زوينين. المهم انا ملي نمشي للدار نوريكم شنو خديت. يلا بسلامة الساعة. المهم البنات دابا جرينا من الكارفور ومشينا للدار. ايوا واش غادي نقول لكم، المهم كاينه شحال من حاجه زوينه وما قدرتش نكمل لكم الصور. كارفور عامر بزاف، ما بغيتش نطيح على نفسي ونبقى خايب ماشي واحد ولا بدي تصور. كاين اللي كيبغي يمشي يتصور كيشوف كاكا كتصور كيعرف راه تحط داكشي في الانترنت شي حاجه. المهم انا نوريكم دابا انا شنو خديت. خليت هاد الكاز، هاد لاماركة هادي زوينة، فيها الكيسان زوينة باش تشوفو السنينة. هي هادي، وخدينا وبالنسبة للبنات هاد الغطاية هادي راه بلاستيك، راه ماشي جاج، كتبان هاكا ترونسبار وراه بلاستيك. بشحال خدينا هاد عمري؟ بشحال خدينا؟ هاد الكاس. المهم انتما سمعتو الثمن 22 درهم و 23 درهم. خلينا المهم شكل ليا مزيان بلاك نرجع ناخد واحد اخر. عطنا قلنا بعدا ناخدو ستار شحال من حاجة غي معانا البنات، مبغيناش نبقاو راجعين متأخرين. و خديت هاد العيبة هادي راه تكون جوج جوايز صورت عليكم ديال سميدة، كتكون هي لا تشتغل كتكون هي في الكرطونة ديالها. غنوريها ليكم كتكون على هاد الشكل هادي، تاهي بغيت نرجع ناخد واحد اخرى. المهم زوينة، هادي زوينة بصراحة، كاينة شحال من حاجة وحاجة. تا المرة الجاية ان شاء الله الا مشيتو خديت داكشي ونوريكم اشنو شرينا. صافي خديت غير هاد جوج بياس اتيني ماشي شي حاجة. صافي وخلاص خدينا لي بيسكويت البنات، و صافي هادشي لي كاين. و كنتمنى البنات هاد الفيديو هدا يعجبكم، و ديرو ليا لايك و ابوني. وإلا بغيتو شنو حنا أصلا علاش مشينا لكارفور، غتلقاونا في الفيديو الجاي علاش مشينا لكارفور إن شاء الله. يلا بسلامة عليكم، متنساوش ديرو ليا لايك و أبوني. بسلامة. المهم البنات كنت بغيت نصور ليكم كيما قلت ليكم شحال من حاجة. دابا حنا رجعنا في الدار، باقي كنبدلت حوايجي كيما كتشوفو، أنا لابسة الجاكيطة إيوا، وقلت نصور ليكم شنو خديت. أنا صراحة خديت جوج ديال البياسات، وحنا اصلا كنا غاديين الصراحه ملي وصلنا للسيت طرق ديال اختي كانت بغات واحد الفرامبواز. ملي مشينا تما كاينه ما بقيناش طاسات صغار، بقيناهم كبار دايرين ب 80 درهم. وما يمكنناش حنايا ناخذوها حيت غنديروا غير واحد الحاجه، ما بغيتش نقول لكم شنو غنديروا. المهم غتلقاوها في الفيديو الجاي ان شاء الله، ونوريكم انا شنو خديت من الزباله. هادشي انا صورتو ليكم تما. خديت هاد الهيبة اللي كنديرو فيها السنيدة، صراحة بقا غادا نمشي ناخد وحدة أخرى. خدينا هادي ب13 درهم كيما كتشوفو معايا في الكرتونة، هي هادي. خدينا هادي ب13 درهم، بغيت نزيد وحدة أخرى. وبالنسبة لهذا كاين عيد ميلاد ديال كارفور ولا ماشي كلشي دايرين حاطين شحال من حاجة صراحة زوينة، ولكن مقدرتش نصور لكم الدنيا عامرة. كاين الناس اللي كيشوفوك زعما كتصوري ولا شي حاجة مكيعجبهمش الحال، صافي وقلت أنا بلا ما نتحط في شي موقف خايب مع شي واحد من الأحسن. صافي خديت هادي كتكون على هاد الشكل هذا كيما كتشوفو، الصراحة زوينة عجبتني بزاف، والثمن ديالها رخيص 13 درهم ماشي شي حاجة كيما كتشوفو. الصراحة كنت خديت شحال من حاجة، وختي قالت لي صافي خليت نعاودو نرجعو انا و ياك وناخدو معانا البنات متقلين، وما يمكن ليناش
صافي خلينا داكشي قلنا حتى المره اخرى ونعاود ناخذ ونوريكم شنو شريت. وخديت هذا الكاس هذا شحال خلينا 23 درهم. خديت هذا 23 درهم وهذه ب 13 درهم كما كتشوفوا. صافي هادشي اللي خديت وخلاص. راكم عارفين ضروري كتمشي لكارفور كتاخدي لي بيسكوين الدراري شحال من حاجه. صافي هذا ملي خديت عندي ليا ثاني دابا هاد الكلب قررت نرجع ناخد واحد اخر بحال هذا وواحد اخرى بحال هادي. وصراحه عجبوني واحد هكا واحد زليفات راه صورتهم ليكم غتلقاوني هزيتو ما عقلش الثمن وقيلا 36 ولا ما عرف 15 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. المهم من 15 درهم حتى 30 درهم كاينين هما ثلاثه. عجبوني هادوك تاهما تنرجع ناخذهم. واحد الزليفات ديال هاد الماركه هادي نيت هاد الماركه هادي راك فيها الكيسان فيها شحال من حاجه. المهم هاد الماركه هادي زوينه. وبالنسبه للبنات حكا هاد الغطايه هادي راه ماشي دجاج هادي ديال البلاستيك يعني واخا كطيح واخا متهرس ما نعرف تقدر تهرس. المهم بعدا المهم راه دجاج كتبان لكم طرونسب كتبان بلاستيك صافي ضخ طبيعي. هادي راه ماشي دجاج هادي راه بلاستيك هاد الغطايه هادي كتبان هاكا تبان هاكا ترونسبارون زوينه بالنسبه. المهم الماء هاكا ولا الا بغيتي ديري هو من الاحسن الماء الا بغيتي ديري زي العصير هاكا راه تحيديني هادي ما نعرف. المهم هادي هادشي انا اللي قلت. المهم كنتمنى هاد الفيديو هادي يعجبكم ديرو ليا لايك وابوني وشكرا ليكم وبسلامة عليكم. ولا بغيتو تعرفو علاش مشينا حنايا قلت لكم فرامبواز ما فرامبواز في الاخر ما لقيناش كيما قلت لكم لقينا طاسه كبيره. صافي هادشي اللي كاين ما خدينا حتى شي حاجه ماشي ما خدينا حتى شي حاجه خدينا هادشي اللي وريتكم وصافي.